الآن يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة، أول حلقات الأسبوع. حلقة النهاردة حلقة يوم الاثنين من برنامجكم صباح مي بتاريخ 29 مارس 2021. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايما بالتفاؤل والطاقة الإيجابية اللي ابتدى النهاردة بنجاح عملية تحريك وتعويم وضعية السفينة البنامية الجانحة بقناة السويس. يا رب دايما أيامنا تكون كلها أخبار مبهجة ومفرحة. احنا الفترة اللي فاتت والأسبوع اللي فات كان كله أخبار شوية حزينة وحوادث حزينة عشناها، يا رب يكون الأيام اللي جاية كلها تفاؤل وخير لبلدنا. خليني أذكر حضراتكم بفقرتنا زي ما احنا متعودين، بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية اللي نتابع فيها طبعا يعني الخبر الجميل الخاص بنجاح عملية تعديل وضعية السفينة البنامية الجانحة بقناة السويس، وهنعرف تفاصيل أكتر عن يعني إزاي تمت هذه العملية. يعني احنا تقريبا السفينة واقفة من يوم الثلاث اللي فات، فإزاي تمت هذه العملية ده هنتكلم بشكل تفصيلي من خلال مكالمة هاتفية، هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر الإيجابي. إلى جانب كمان نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيكون معانا كمان مداخلات هاتفية لمعرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الأخبار. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات الصحفية، وده يكون من خلال ضيفنا النهاردة أستاذ ماهر عباس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، نحلل معاه أبرز المنشطات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية. فقرتنا الحوارية والأخيرة النهاردة مشاهدينا هتكون فقرة السياحة والأثار، وطبعا كلنا منتظرين الحدث اللي هيكون يوم 3 أبريل، وهو نقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة. المومياوات اللي هيتم نقلها هتكون من يعني الملوك الفراعنة بالدولة الحديثة. هنتكلم أكتر عن ملوك الفراعنة بالدولة الحديثة وأهم أعمالهم ومين هم، هنعرف أكتر عن هذين الملوك أو هذه الملوك مع أستاذ أحمد عامر الباحث الأثري بوزارة السياحة والأثار. هنعرف أكتر عن هؤلاء الملوك، وهنتكلم كمان عن أعمال هؤلاء الملوك. خلينا نروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقرتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معانا. تصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ النهاردة أول فقراتنا وهي فقرتنا الإخبارية، والبداية مع اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر لهذا الاجتماع مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي الدلتا الجديدة بمساحة 1,000,000 فدان، وقد اطلع السيد الرئيس على كافة التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المختصة من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية على مساحة الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار المشروع القومي العملاق الدلتا الجديدة بمساحة 1,000,000 فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع مستقبل مصر
للإنتاج الزراعي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة. وفي ذات السياق تم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التي ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الري. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الزراعة عرض كذلك رؤية الوزارة للسبل الكفيلة لحماية الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي، والتي ترتكز بالأساس على مبدأ الأمن الغذائي النسبي وإنتاج المواد الغذائية محليا، وذلك توفيرا لتكلفة استيرادها من الخارج. وكذلك استعرض الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية التي تنتجها الدولة، فضلا عن جهود الوزارة في تقليل الفجوات الغذائية وكذلك برنامج الوزارة الخاص بالزراعة التعاقدية. كما عرض السيد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهود التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم خطط التنمية الزراعية بمختلف جوانبها في مصر وتعزيز مشروعات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني. مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 والذي وافق عليها مجلس النواب بيعطي تفاؤل بعودة معدلات النمو الإيجابي ما قبل فيروس كورونا. تفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. صباح الخير سيادة النائب. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك سيادة النائب معانا. اهلا وسهلا. يعني خلينا ناخد في البدايه من حضرتك لمحه او اهم ملامح مشروع موازنه العام المالي المقبل. انا هستاذنك اللي وافق عليه حاليا مجلس الوزراء وهو لسه في طريقه لمجلس النواب، يعني مجلس النواب لسه معاه 3 شهور ان شاء الله عشان يوافق عليه. عشان نوافق عليه بالظبط كده، لان احنا لازم بندرسه يعني بتفاصيله. تمام اتفضل. طيب خلينا ناخد من حضرتك لمحة عن هذا المشروع في البداية. أهم الملامح طبعا بتاعة المشروع دو إن بيديكي أمل للعودة لمعدلات ما قبل كورونا. أنت عارف إحنا قبل كورونا كنا مستهدفين نصل لمعدل 5.6 في النمو. تقريبا مشروع الموازنة يعني بيصل يعني قريب من كده، أعتقد إن هو
مستهدف 5.4% معدل نمو. نعم. وطبعا عشان يعني ان احنا كنا نرجع خلال اقل من عامين لهذا المعدل ده يعتبر نوع من المعجزات. انت عارفه الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليله جدا على مستوى العالم اللي هي بتحقق كانت معدلات موجبه. صحيح. في السنه اللي احنا فيها دي. صحيح. فانا مش عايز اقول لك مثلا على مستوى افريقيا ممكن احنا وجنوب افريقيا فقط لا غير واحنا الاعلى. يعني ما تهزناش قوي من هذه الجائحه، يعني اقتصادنا ماشي. لا طبعا بصي اتأثرنا اكيد، بس طبعا عشان احنا كنا بدانا الاصلاح الاقتصادي في 2011 2016. صحيح. دي ساعدتنا ان احنا يعني نتجاوز هذه الجائحه. يعني نتخطى الازمه باقل شويه من في الخسائر. باقل خسائر، لكن هناك خسائر يعني اكيد هناك خسائر، وخاصه في الايرادات. يعني احنا عندنا عجز في العام المالي الحالي في الايرادات مثلا لا يقل عن ما يقارب ال 200 مليار جنيه، وده رقم كبير جدا. صحيح. بس عالجناه يعني بطريقه كويسه، يعني الحمد لله احنا كنا حاطين مواد في قانون الموازنه خلت السيد وزير الماليه والمجموعه الاقتصاديه يتمكنوا من العبور يعني ايه باقل خسائر. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك سياده النائب يعني عن اهم التوصيات اللي هتكون محل اهتمام للجنه عند مناقشه الموازنه الجديده. اكيد طبعا احنا من ساعه ما بدا السيد وزير التعليم في منظومه تطوير التعليم وكان في مطالب للساده المدرسين انهم يرفعوا المرتبات، وطبعا عملنا هذه الدراسه لان صعب جدا برفع المرتبات مره واحده. كنا بناخد توصيه في لجنه الخطه الموازنه، واحنا بنعمل موازنه سنويا مثلا بحافز لرياض الاطفال، بعديه كان حافز لسنه اولى ابتدائي، بعديه كان حافز لسنه ثانيه وثالثه ابتدائي. ان شاء الله الموازنه الجديده هيبقى فيها الحافز بتاع رابع ابتدائي، يعني كل فصل دراسي بيدخل في تطوير التعليم بندي حافز للمدرسين بتوعه. هذا الحافز يعني بيبقى في حدود من 800 ل 1000 جنيه شهريا. طيب اكيد ده حافز ليهم. اكيد طبعا ده حافز للمدرسين. صحيح. بس ده طبعا هيكون بعد موافقه مجلس الوزراء. بعد موافقه مجلس النواب، مش مجلس الوزراء، خلصت مجلس النواب الاول. الموازنه توصل لمجلس النواب، اصبح المسؤول عنها مجلس النواب، سواء انه اقرها زي ما هي، سواء انه عمل تعديلات عليها. وبعد كده بترسل للسيد رئيس الجمهوريه يعتمدها وتصدر في قانون وتسري من 1/7/2021 ان شاء الله. يعني فكره الحوافز الجديده لمعلمي المرحله الابتدائيه اللي اللجنه وصلت بيها يعني تمت بالفعل مناقشتها سياده النائب وفي محل التنفيذ على طول. بقالنا 3 سنين بنصدرها ومجلس النواب بيوافق عليها والحكومه بتنفذها. بتتعبنا شويه في التنفيذ لكن في الاخر بتنفذها. تمام. طيب خليني اسال حضرتك سياده النائب عن نسبه معدلات النمو المامول من خلال الموازنه الجديده. ان شاء الله متوقع معدل النمو لا يقل عن 5.4%. يعني ده النسبه بتتراوح ما بينها وما بين السنه العام المالي السابق بزياده قد ايه؟ لا العام المالي اللي احنا فيه اعتقد يعني معدل النمو هيبقى بين 2.5 و3، مش هيوصل 3. فطبعا دي نسبه تكاد تكون ضعف معدل النمو في العام المالي اللي احنا فيه اللي هو لسه ما خلصش. طبعا بتتحدد بصفه نهائيه في 30/6 نبقى عارفين طلعت كام نسبه النمو. صحيح. لكن هو هيبقى اقل من 3. طيب بشكل عام حضرتك احنا كنا متاثرين بجائحه كورونا تاثر شديد. صحيح. طب احنا طبعا متاثرين بجائحه كورونا يعني تقريبا بقى لنا سنه ولسه ماشيين فيها، يعني ربنا يخلصنا منها على خير. رؤيه حضرتك لمسار الاقتصاد او الوضع الاقتصادي السليم اللي مصر ماشيه فيه، احنا بنسير على الطريق الصحيح؟ طبعا اكيد ان احنا من 2016 شهدت
جميع المؤسسات الدولية، سواء بنك دولي سواء صندوق نقد، كله يعني بيشيد بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، لدرجة إن في دول يعني بتقتبس من هذه التجربة وتحاول تبدأ إصلاح اقتصادي. خد بالك، احنا لو ما بدأناش إصلاح اقتصادي كان ممكن الدولار يساوي مثلا 50 جنيه مصري. متخيلة يعني ايه الدولار ب 50 جنيه؟ كلام هيبقى طبعا غير طبيعي. انت دلوقتي معدل التضخم عندك هنا في مصر قل خالص، وبالتالي يعني الناس بتحس ان الاسعار تكاد تكون مستقره، تكاد تكون مستقره، وده ما كانش بيحصل، لان احنا في 2017 كنا وصلنا لمعدلات تضخم تقريبا يعني 33.5%. شوف انت النهارده مثلا معدل التضخم في حدود 5%، 5 وكسور، واخد 5 الا كسور، فطبعا في فرق كبير قوي 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 بين اللي كنا وصلنا له 33.5 وبين الخمسه وكسور. صحيح. يعني انا بشكر حضرتك جدا سياده النائب، ونتمنى نشوف مصر في ابهى صورها. بشكر حضرتك جدا سياده النائب ياسر عمر، وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شكرا لحضرتك. احنا معانا تقرير مشاهدينا خاص بجهود اجهزه وزاره الداخليه على مستوى الجمهوريه خلال الاسبوع، هروح نشوفها ونشوف التقرير بشكل مفصل مع حضراتكم. نرجع تاني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7075 قضية تموينية متنوعة، وتم ضبط 1181 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 8315 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4428 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 94395 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8486 قضية تموينية متنوعة، من بينها 133 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 345,944 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8333 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1270.5 طن سلع غذائية. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 245,163 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 43,251 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6455 من قائد مركبات، تبين إيجابية عدد 469 سائقا منهم. كما تم المرور على 1203 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 866 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 13 سائقا منهم. كما تم فحص 756 حافلة مدارس، تبين مخالفة 168 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.
وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2216 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82367 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60,282,107 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 287 قضية بمضبوطات بلغت 45,867 كتاباً وأغلفة وملازم تعليمية، وعدد 101 جهاز مختلف في مجالات البث الفضائي والبرمجيات والمصنفات السمعية والبصرية. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1462 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,116,603,000 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. رياضياً، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم لاستاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الأول أمام فريق جزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة من الكاميرون. تفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف كابتن طارق رضوان، رئيس رابطة الإعلام الرياضي المرئي والمسموع. صباح الفل يا كابتن. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك معانا. يعني خلينا نعرف في البداية من حضرتك موعد إذاعة المباراة، وطبعا يعني فكرة عن هذا الفريق، فريق جزر القمر، يعني أنه مش من الفرق المعروفة في المجال الكروي، وطبعا هو فاجئنا بالصعود. شوف حضرتك، هم طبعا المباراة أولا الساعة 6 مساء باستاد القاهرة. تمام. ومذاعة على القنوات الأرضية. احنا ما فيش جماهير بالنسبه لفريق جزر او دوله جزر القمر، لانه يعني معلوماتنا فعلا عنها قليله، فهقول لحضرتك بعض المعلومات فرصه اتفضل. طيبه، يعني اول حاجه جزر القمر دي كانت دوله تحت السيطره الفرنسيه او تحت سيطره الاستعمار الفرنسي، وبعدين استقلت سنه 1975. مكانها فين؟ في اقصى الجنوب الشرقي من القاره السمراء، ويعني هي قريبة من مدغشقر إلى حد ما وجزيرة رينيون يعني. وجزر القمر عدد سكانها يعني 900,000 تقريبا، يعني ما يحصلش مليون، ومساحتها مساحة صغيرة جدا، 1600 كيلومتر مربع، يعني تقدر تقولي مثلا أقل من مساحة القاهرة، نص مساحة القاهرة. وجزر القمر في كرة القدم حديثة جدا، يعني حتى أنديتها لم يسبق لها أن هي يعني وصلت لأي أدوار متقدمة، وجزر القمر أول مرة في تاريخها بتتأهل لنهائيات كأس الأمم، وهي دولة عربية تابعة لجماعة الدول العربية، بيتكلموا عربي وبيتكلموا فرنساوي وبيتكلموا اللغة المحلية بتاعتهم، ويعني ده اعتبر انجاز كبير جدا جدا جدا، يعني اهم انجاز، لدرجه ان بعد ما تاهلوا الاسبوع الماضي يعني، وكانوا يعني ضمنوا بعد التعادل مع توجو 0-0، خرجوا وعملوا في الشارع في جزر القمر وفي كل مكان فرحه غير عاديه، بالاضافه للفرحه بتاعه اللاعبين طبعا، لانه يعتبر انجاز تاريخي بالنسبه له ان هم يكونوا ضمن افضل 24 دوله في قارة أفريقيا. وأهم يعني حتى الكاف والموقع الكاف اهتم بتأهلها، هي ومنتخب غامبيا الاثنين لأول مرة يتأهلوا، ويعني وجهين جديدين هنشوفهم إن شاء الله في كأس الأمم القادمة اللي هتقام في الكاميرون في يناير العام القادم 2022. المفروض المباراة يا كابتن هتكون بجماهير ولا بدون جمهور؟
لا للأسف الشديد يعني حضور عدد ظروف. محدود جدا، وهو الكاف كان سمح في بعض المباريات كده بحضور، بس حضور رمزي يعني 500 متفرج 900 متفرج. يعني امبارح كان في ماتش مهم جدا اللي هو السودان وجنوب أفريقيا، والحمد لله السودان فازت وتأهلت هي كمان. يعني كان مجموعة قوية جدا فيها غانا وجنوب أفريقيا والسودان وفريق ساوتومي، بس يعني ساوتومي يعني أضعفهم يعني. في السودان الحمد لله نجحت في الفوز وتأهلت، كانت المباراة بدون جماهير طب على يعني أي ما أساس سمحوش بيتم وقت. مثلا اللي هو العدد الـ500 دول لا يعني هو تم كده استثنائي في بعض بشكل المباريات، عشوائي؟ يعني الأهلي وفيتا في دوري الأبطال كان في جماهير قليلة برضو، يعني سمحوا ببعض حضور الجماهير المحدود جدا يعني في بعض المباريات، لكن هو المباراة بدون جماهير يعني. طيب هروح مع حضرتك لمدى استعداد الفريق المصري للمباراة، وطبعا موقفه بعد تعادل مع كينيا بهدف لمثله. احنا طبعا اتأهلنا خلاص بصرف النظر عن نتيجة المباراة. مجموعتنا طبعا تعتبر بالنسبة للمجموعة زي اللي انا كنت بتكلم عليها اللي فيها جنوب افريقيا وغانا والسودان، تعتبر مجموعة ضعيفة يعني. بتتكلم كينيا دولة جيدة وكويسة، وتنزانيا وتوجو ويعني جزر القمر تأهلت وكل حاجة، لكن مستوى فوق المتوسط يعني، ما اقدرش اقول اكتر من كده. انما لما تيجي لبعض المجموعات الاخرى تلاقي لا في مستويات ممتازه يعني. غانا من الدول العريقه جدا، جنوب افريقيا فازت قبل كده بكاس الامم، السودان ليها تاريخ، فاحنا كنا محظوظين احنا في المجموعه ديت. واحنا بيهمنا ان احنا نفوز النهارده عشان نضمن الصداره. صحيح مش هتفرق، لكن بتفرق معاكي معنويا وتفرق صحيح. مع الجهاز الفني اللي عليه حمله هجوم شرسه جدا، لما يفضل كسبان ويفضل في الصورة غير لما يخسر رغم انه تأهل. فهو بيهمه الفوز النهاردة، وبيهمه يعمل شكل كويس او عرض كويس، لانه الناس او الغالبية العظمى والرأي العام ما انبسطوش من عرض الفريق امام كينيا، وان كان هو حقق الغرض بتاعه وتأهل في النهاية، بس ربما كان في بعض الملاحظات على التشكيل، على التغيير، على الأداء، منتظرين أداء أحسن. على طريقة الأداء، لانه يعني برضو الناس كانت متعشمة ان احنا نعمل عرض افضل. هو المنتخب الكيني كان ماسك الكرة معظم الوقت، بس المنتخب الكيني ما كانش قدامه غير الفوز وبيلعب على ملعبه. فبرضو احنا يعني مش عايزين نبقى ضاغطين جدا على الجهاز الفني وعلى اي حد بيمسك، لازم نحط في الاعتبار كل الظروف. احنا صحيح. ما بنلعبش نفسنا في اي مباراة، احنا بنلعب برضو فرق منافسة وفرق يعني بتحاول تعمل حاجة، فلازم هو ما عايز يكسب انت عايزة تكسبي، وهو عايز يتأهل وانت عايزة تأهلي، وهو صحيح. عايز يوصل للجول، وهو بيستعد لك من أول الشهر ده. يعني هما بدأوا كينيا الاستعداد من 3 مارس، لكن ده يعني برضو ما يعني ما ينسناش ان احنا نطرح بعض الأسئلة، زي مثلا عدم مشاركة محمد النني لا في الأساسي ولا لعب، شارك حتى لما الكابتن حسام عمل التغييرات بتاعته. محمد النني لعيب كبير جدا في الارسنال، والراجل ساب انجلترا ومخصوص والتزم بالمعسكر وجيه. فبرضه يعني بيني وبين حضرتك برضه يعني اللاعب برضه لما يكون بيلعب في نادي كبير وفي انجلترا اللي هي اقوى دوري في العالم ومباراه زي كده وما يشاركش خالص، بيبقى شكله كمان حتى لما يرجع بلده مش حلو قوي يعني. فعشان كده بيبقى عايز دايما يشارك. محمد صلاح ننتظر منه الافضل يعني، ان شاء الله. الماتش اللي فات ما كانش فيه تفاهم قوي مع المجموعه اللي لعبت مع حمدي فتحي او مع يعني في بعض محمد شريف، لكن في بعض الامور كده ان شاء الله النهارده ان نشوف شاء شكل الله، افضل باذن الله. ان شاء الله يعني ناخد من اخطائنا في المباراه اللي فاتت، ويعني نستغلها لصالحنا وان شاء الله نكسب. انا بشكر انت حضرتك بيهم جدا. حضرتك كمان نقطه مهمه عايز اوضحها، اتفضل. الفوز مهم ليكي مش عشان صداره المجموعه وتطلعي الاولى بشكل شرفي، لا عشان كمان التصنيف بتاعك. صحيح. تصنيفنا مرتبط بالنتائج بتاعتنا، تصنيفنا الشهري في الاتحاد الدولي اللي هو الترتيب مرتبط بالنتائج بتاعتك. بتكسبي ترتيبك بيفرق كتير، بتخسري او بتتعدي ترتيبك بينزل.
فاحنا مش عايزين نفرط في ان الماتشات شاء ديت الله يعني. ان شاء الله نكسب يا كابتن ان شاء الله، ونفرح يعني ان الجماهير شاء الله. المصريه. بشكر حضرتك يا رب. جدا كابتن شكرا طارق يا رضوان، رئيس رابطه الاعلام الرياضي والمرئي والمسموع، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل اخبارنا، وخليكم معانا. مش أي أرض، مش حبات تراب ورمل، دي كل شبر فيها يعني فرصة، يعني أمل. دي أرض مروية بإصرار وعزيمة وعمل، كل نقطة مية غالية بتفتح طريق لبكرة. جاري استصلاح 1.5 مليون فدان ضمن 4 مليون فدان مستهدفة للاستصلاح. صوب زراعية يتم تجهيزها بأحدث التكنولوجيا، وتخصص 30,000 فدان في الوادي الجديد لزراعة 2.5 مليون نخلة ضمن مشروع توشكا. تم رفع الحظر المفروض على المحاصيل المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير. أما المزارع السمكية فارتفع إنتاجها بعد زيادة عدد المزارع السمكية الحديثة، حيث تم الانتهاء من 1360 حوض بمزرعة بركة غليون، و 4440 حوض في مشروع هيئة قناة السويس، وجاري تنفيذ مزرعة شرق بورسعيد السمكية على مساحة 15,000 فدان، ومزرعة مثلث الديبة. ونخلق في الرمل حياة وجمال، وإيدين تحصد خير ملهوش حد. بلغ حجم الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 48 مليار و500 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معنا خبر خاص بوزارة المالية وإعلانها طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاتهم عليه. تفاصيل أكتر إحنا معنا عبر الهاتف دكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور معنا. أهلا بحضرتك. يعني بداية خلينا نعرف من حضرتك أهم ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد اللي تم طرحها للحوار المجتمعي. القانون طبعا ما بيخرجش بره اللائحة نفسها، ما بتخرجش بره سياق القانون. طبعا شرحت بشكل تفصيلي منظومة الإفراج المسبق ومنظومة المعلومات المسبقة اللي هو الـ ACI،
علشان الإجراءات كلها تتم قبل ما البضاعة تصل إلى الأراضي المصرية. اللائحة شرحت الإجراءات الخاصة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ودي طبعا كله الاثنين دول ليهم قوانين خاصة، بس ازاي وضعت اللائحة التماس ما بين العمل الجمركي وعمل الهيئات القائمة على المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية. اللائحة شرحت التعامل مع الفعل الاقتصادي المعتمد اللي هو المشغل، شرحت مجموعة جديدة من الديفينيشنز أو التعريفات الخاصة ببعض المصطلحات زي وكلاء الشحن وغيره. اللائحة شرحت كمان إزاي هيتم التعامل مع الموني كفة علشان إفراج تحت التحفظ أو خروج البضايع أو إتمام الإجراءات في المواني الجافة بعيدا عن المواني البحرية عشان ما تبقاش مكتظة بالبضايع والحاويات. شرحت أيضا لائحة المستودعات الخارجية والمخازن المؤقتة وإزاي نفرق ما بين الإذاع الخارجي والإذاع الداخلي في المدينة. شرحت أيضا اللائحة الربط الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني إزاي هيتم ما بين الجهات المعنية في حركة التجارة الدولية سواء كان برايفت سيكتور أو كان جهات حكومية. لائحة كمان شرحت الإعفاءات بشكل تفصيلي لكل الجهات. لائحة أشارت لإدارة المخاطر إزاي يتم استخدام إدارة المخاطر سواء كانت المخاطر الجمركية أو المخاطر الخاصة بالجهات الأخرى، بالإضافة للمراجعة الحسابية اللاحقة والمخالفات على المستوردين والناقلين. طب دكتور أهم الملامح. اتفضل. دي تقريبا أهم الملامح. تمام. تمام. يعني هسأل حضرتك، يعني تم مراعاة الملاحظات التي أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك بمشروع اللائحة التنفيذية؟ شوفي، احنا طبعا فاتحين الحوار دلوقتي على الحوار المجتمعي لكل المتعاملين بالكامل في كل مصر علشان يقدموا كل الملاحظات بتاعتهم. تمام. لهم فترة أسبوعين لسه ما انتهتش. يعني أتصور أنه خدنا كتير جدا من الملاحظات في المراحل السابقة، لكن دي المرحلة النهائية للحوار المجتمعي. بمجرد ما تصل إلينا كلها كليا هنشوف إيه المناسب منها وإيه الجديد بأنه نضعه في اللائحة الموجودة بالفعل. في حاجات أو جهد أو تعقيبات غير جادة اعتقد ان احنا مش يعني لن نتطرق. طب الوسيله المخصصه لتلقي المقترحات دي يا دكتور؟ طبعا هو اولا عاملين موقع المصلحه مفتوح للدخول على الموقع ويبدا كل الملاحظات الموجوده، اذا كان عايز يقدم بجوابات، اذا كان عايز يتقدم ويشرح ملاحظاته من خلال لقاءات، كل الامور مفتوحة قدام المجتمع التجاري انه يقدم ملاحظاته على النحو اللي هو مبسط بالنسبة له ويشوفه مناسب. طيب خليني اسال حضرتك يا دكتور عن موقف السيارات المستوردة او المستوردة لاغراض السياحة من الجمارك. السيارات المستوردة زي ما احنا عارفين في القانون كل الضوابط موجودة للسيارات السياحية اللي كانت موجودة من قبل، ولكن حطينا لها سقف 400,000 جنيه، اكتر من 400,000 جنيه اتجدد عنها الضريبه الحقوقيه على فئه التعريف السري وقت الافراج. طيب اخيرا يا دكتور، مدى اسهام مشروع اللائحه التنفيذيه وده في ارساء فلسفه ان الموانئ بوابات عبور وليست اماكن تخزين؟ طبعا اللائحه نوع من التخوفات ربابنه الناقلين والمتحدثين في مسألة المخالفات تقريبا كل المشاكل اللي راحوها المستوردين فيما يتعلق ازاي نوت تعديلات، ازاي اذا كانت في اخطاء هي اخطاء موضوعية، فازاي نحل كل هذه المشاكل عشان البضاعة تبقى في الوقت. لكن حقيقة
بوابات عبور ومش بوابات تخزين. الموضوع بيعتمد كلية على منظومة المعلومات المسبقة إذا أنهيت بتاعتي كلها بالكامل وتقدم المستوى بمعلومات دقيقة وصحيحة من قبل ما يتم شحن البضاعة. نعم. مع تشغيل إدارة المخاطر سواء مخاطر الجمركية أو مخاطر الشاملة إن هو ده يؤدي بنا في النهاية إن البضاعة ما تقعدش ويتم الإفراج في اليوم صحيح. اليوم التالي على الأقصى. صحيح. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا هروح لفاصل ونرجع نكمل باقي أخبارنا. خليكم معنا. مرحب بحضراتكم مرة تانية. عن نجاح عملية تعديل وضعية السفينة البنامية الجانحة في قناة السويس والجهود الكبيرة من جانب الهيئة، احنا معانا عبر الهاتف دكتور أحمد الشامي مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا فندم عليكم. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني عن هذا الخبر التفاؤلي حضرتك تقول لنا يعني آخر تطورات ومستجدات هذه السفينة. هو الأول نقول الحمد لله. الحمد لله طبعا. طبعا تقريبا من الفجر بتاع اليوم كانت في أعمال كانت قائمة من 11 بالليل. الحمد لله هذه الأعمال جت بنتيجة طيبة إن تم تحرير المؤخرة بتاعت السفينة وسحبها إلى المجرى. جاري الحالي استكمال العمل نحو تحرير المقدمة. فان شاء الله يعني هنقول ساعات يا رب كويس ان رب. هي تتسحب السفينة للمجرى وبعد كده يتم سحبها حسب ما بقى صرح سيادة الفريق أسامة ان هو هيسحبها للبحيرات يعني. هيكمل بيها للبحيرات على اساس ان هي طبعا السفينة بعد الفترة اللي هي علقة فيها دي لابد ان هي يكشف عليها يشوف الاضرار اللي تمت في الجسم بتاعها، هل في اضرار في المكن، هل في اضرار في الرفاص. صحيح. واخد بال حياتك على اساس بعد الاستكمال بس الحاجات الروتينية اللي تضمن ان هي ما تبقاش فيها مشاكل بعد كده. صحيح. كويس وتنتهي بقى الازمة تماما ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نعرف من حضرتك طول وعرض هذه السفينة. حقيقة هديكي بيانات واضحة عن المركب بس انا هستأذنك بس الناس كانت محتارة وكان بيتداول كلام كتير عن ايه اسباب ان السفينة حصل فيها كده. تمام نعرف من حضرتك. بصي الحوادث البحرية بصفة عامة هي ما بتخرجش عن ثلاث اسباب: خطأ بشري او عطل في السفينة او ظروف قهرية. الظروف القهرية بس مش هي دي السبب الاساسي، ان كان في سرعة رياح وصلت ل 60 كيلو ساعة. كويس. الخطأ البشري وارد جدا. كويس. مش عايز اكد لك طبعا لان اكيد التحقيقات هتثبت الكلام ده. بس توقعاتنا بالخبرة ان القبطان قلل من سرعته الطبيعية. كويس. داخل المجرى، فتقليل السرعة مع نوعية المراكب الحديثة دي للمركب حديث. كويس. ممكن يبقى فيه تأخير في الاستجابة من الكنترول والدفة واخدال حياتك. زائد ان الناس لازم تعرف عرض قناة السويس كله 205 متر. المجرى الملاحي تقريبا اللي هو الاعماق اللي هي الكبيرة 66 قدم تقريبا في حدود 130 متر، يعني في 70 متر على جانبي القناة بتبقى اعمقها اقل لغايه ما بتوصل للبنك او اللي هو اللي يعني التاكسيه جنب القناه بتبقى الاعماق بسيطه. صحيح. فهو المسافه مش ما كانتش كبيره قوي ان هي تاخد وقت ان هي تستمر في الاتجاه بتاعها الجانح ناحيه اليمين لغايه اما بركت يعني زي ما بيقولوا كده في على وعرضت وقفلت القناه. بالنسبه لحضرتك مواصفات المركب. اتفضل. المركب دي اول
ما دخلت الترسانة كانت في ديسمبر 2015 واتعمل القاعدة بتاعتها البوتوم بتاعها القاعة كويس. دخلت الخدمة في مايو 2018 واكتملت تماما كسفينة متكاملة في سبتمبر 2018. تمام. المركب دي حمولتها 20,140 أدم، الحمولة الكلية بتاعتها 221,000 طن، الحمولة الساكنة 200,000 طن، تقريبا فيها وزن حديد 100,000 طن، سرعتها الاقتصادية 23 عقدة. كويس. تمام. المركب دي 400 متر والعرض 59، الغطس 15 متر ونص، والمركب دي تعتبر ما بين الجيل الرابع والجيل الخامس من الحاويات. الجيل الرابع اللي هي بقاله مثلا 6 سنين أو 7 سنين، الجيل الخامس المفروض ان هو من 2022، الجيل الرابع 18,000 حاوية ساعة، الجيل الخامس 22,000 حاوية ساعة. ففي 13 سفينة من ضمنهم الايفر جيفن دي هي اللي تجاوزوا ال 19,000، عشان كده انا قلت حضرتك هي حمولتها من الحاويات 20,140 حاوية. كويس. تمام. السفينة الضخمة دي عشان الناس كانت بتسأل عليها قد ايه من الطقم، هو في حاجة اسمها سيف مانينج، الحد الامان للطقم اللي ينفع في التشغيل 25 بحار، يعني ما لهاش عدد كبير من البحارة المهندسين والعباطين والكلام من. تمام. طيب فضلي. يعني سؤال برضو بيجي في أذان الكثير يا دكتور، يعني هل هذه السفينة قامت بالمرور بقناة السويس من قبل؟ عدت قبل كده. طيب سمعنا عن حدث يعني نفس وقع لنفس السفينة في مجرى ملاحي أوروبي من يعني من فترة، يعني لو حضرتك تأكد لنا المعلومة أو تنفيها. لا هي المعلومة مؤكدة وثابتة في سجلات السفينة، الكلام ده كان في 9 فبراير 2019. بس الحادثة ان هي خبطت مركب صغير 25 متر. تمام. قريب من مينا هامبورغ. كويس. وكان ساعتها في رياح برضو قوية يعني. بس هي المركب، طيب يعني انت متخيلة المركب الضخم ده يخبط مركب 25 متر. فأكيد طبعا المركب الصغير ده اتدمر يعني. أكيد. طيب نروح اقتصاديا مع حضرتك شوية دكتور، ونعرف من حضرتك يعني نقدر بقيمة الخسائر اليومية اللي تعرضت لها قناة السويس منذ جنوح هذه السفينة. بصي، الحد الأدنى لخسارة قناة السويس من مواردها مش هيقل عن من 25 لـ 27 مليون دولار كل يوم. كل يوم عطلة، يعني في اليوم الواحد من 25 لـ 27 مليون. من 25 لـ 27 مليون دولار. بس خد بالك بقى، في أعمال إنقاذ تمت. يعني في اشتغل مع السفينة دي 12 قطرة من قناة السويس، دخلوا امبارح منهم 2 جداد، دخلت كراكة مشهور، في معدات أرضية اشتغلت عشان من ناحية الأرض عشان كان يكسروا الصخور اللي هي بايت عليها مقدمة السفينة. في دقاق، يعني في، لا في معدات إنقاذ، في الشركة الهولندية اللي تعاقدت معاها الشركة المالكة اللي جات من بره، في الشركة اليابانية. لا هي طبعا الخسارة ضخمة. يعني المالك، انا متهيالي ان الـ 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 الخسائر ممكن تفوق قيمه المركب. بس شركات التامين في هذه الحاله عاده بتقوم بتحقيقاتها، بتنتهي، بتصرف التعويضات بصرف النظر بقى عن قيمتها يعني. طيب تقريبا فانا متوقع ان هي التعويضات في النهايه ممكن يعني للجميع بما فيها اصحاب البضاعه اللي على المركب، وممكن المراكب الاخرى اصحاب البضاعه يرجعوا على السفينه برضه. كويس. اللي تعطلوا. فانا بتقالي ان هي ممكن الاضرار الماديه اللي ممكن تقع على السفينه ممكن تعدي ال 200 مليون دولار. طيب تقريبا كده دكتور، يعني عدد القطارات والكراكات المشاركه في محاوله تعويم السفينه او تعديل وضعيه السفينه كان قد ايه؟
هو اشتغل جنب المركب دي مع بدايه الازمه 12 قطره وكركه مشهور. حاليا بصي حاليا وانا جايب قدامي الستلايت اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وفي عزه تعادل قدامي 10. حوالين السفينه في 8 وفي في المؤخره واحده وفي المقدمه واحده قدامها يعني خلفها ووراها. كويس. من ضمنهم قطرتين اول الخدمه ليهم لان هم كانوا جداد مصنعين في قناه السويس. مصطفى محمود وعميد يوسف اول مره يشتغلوا يعني اول دخول خدمه. فتجربه جيده. وهم على فكره اللي حاليا هم الجنب الشمال للمركب حاليا اللي انا وانت بتكلميني حاليا بيقوموا بعمليه الدفع، وهم اللي بعد كده هيقوموا بعمليه السحب بتاعت السفينه ان شاء الله. ان شاء الله. طب اخيرا يا دكتور، يعني توقعات حضرتك كده كام ساعه كده ويتم تعويم السفينه بشكل كام؟ بصي التحرير البروه ده مهم اللي هي المقدمه يعني عشان خد بالك انت برضو وانت بتنقذي السفينه انت يهمك اكتر من عامل اللي انت ما بقاش فيه اضرار للسفينه، دي نمره واحد. نمره اتنين اللي انت ما يكونش فيه خطا لان السفينه مش متزنه ان جزء من البضاعه يقع في الميه، نفس السفينه ممكن يحصل فيها اضرار في البدن. فالامر بيتعاملوا مع الامر بمنتهى الحرفيه. يعني امبارح التكريك وصل نتيجته ان هو ابتدى يعمق تقريبا جنب السفينه ل 18 متر. فده مجهود يثمن يعني. كويس. بس انا بقول لك هو يعني انا في وجهه نظري ساعات والجميع يطمئن بان خلاص ان الممر الملاحي امن هتبتدي بقى الحركه، وهو دي المهم. انت عندك 361 سفينه منتظره واقفه منتظره صحيح. ال- ال- المنطقه الجنوبيه اكتر من المنطقه الشماليه يعني من اتجاه السويس السفن اكتر من ال- من ال- من 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 الانتظار في قبل بورسعيد. زائد ان عندك في سفن في المجرى صحيح، يعني في اكتر من 13 سفينه حاليا في المجرى واقفين في البحيرات في المرابط اللي هم كانوا داخلين من قفله الشمال، بس للاسف ما كملوش الرحله بتاعتهم بسبب الحادثه. صحيح. كويس. صحيح. فهو هيحصل طبعا تنظيم، وهيقبصي هي قناه السويس بقى لها 150 سنه اكيد عندهم خبرات سواء طبعا كمرشدين او في اداره الحركه او في اداره التحركات او في اداره الارشاد الاداره العامه للمينا. يعني بصي القصه مش مجرد كده الناس اللي هي يعني اولا لامت قناه السويس، مفيش لوم اطلاقا على قناه السويس في الحادثه. صحيح. للعلم يعني. صحيح. كويس. يعني هذا الامر احنا متضررين بيه، العالم كله اهتم، العالم كله عرض المساعده المساعده، ده يوريكي مدى اهميه قناه السويس بالنسبه للعالم. صحيح. صحيح. كويس. كل الناس بتقول لك ان التجاره الدوليه بتخسر كل يوم 10 مليار. في ناس يقول لك الناس غيرت مسار، ما حدش غير مسار. هم منتظرين لسه. بدليل اللي انت كنت يوم الثلاث ما كانش عندك مراكب. النهارده الحد النهارده الاثنين عندك 361 مركب، يعني اوريدي كان يعني ممكن منتظرين. الناس اللي جايه كانت ممكن تغير المسار ومع ذلك دخلت على قناه السويس. صحيح. عندها ثقه في قناه السويس، عندها ثقه في اداره قناه السويس، عندها ثقه ان الامر هينتهي، والحمد لله الامر انتهى يعني. الحمد لله. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، ونتمنى خلال الساعات القادمه نسمع اخبار مفرحه عن تعويم ان شاء الله. وكده مع اذان الظهر ان شاء الله النهارده تبتدي تسمعي ان الحركه في القناه تمت، ويعني انا بتكلمك في ساعات بسيطه ان شاء الله يا دكتور. بشكر حضرتك جدا. مجرد بس ان هم يثبتوا الموقع وبقاش فيه ضرر والمجرى يبقى واسع تبتدي تتحرك ان شاء الله السفن، وان شاء الله تخلص برضو الازمه سريعا يا رب، والتكدس يخلص سريعا ان شاء الله، والاسبوع الجاي هننسى الموضوع اكيد اكيد. شكرا جدا لحضرتك، نورتنا دكتور احمد الشامي مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاخبار المفرحه وهذه المداخله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الإخبارية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية، وضيفنا اللي هيكون معانا عبر الهاتف أستاذ ماهر عباس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. خليكم معانا.
مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ ماهر عباس، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير يا أستاذ ماهر. أهلا، صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. خليني أبدأ مع حضرتك من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون ويناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري. تفاصيل الخبر بتقول: تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس آخر تطورات القضية الليبية والموقف المصري الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا. كمان أكد في هذا الإطار ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل. من جانبي، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية. خليني أسأل حضرتك في البداية أستاذ ماهر عن يعني رؤية حضرتك لهذا الاتصال الهاتفي، وأيضا توقيت هذا الاتصال، وطبعا الحديث عن القضية الليبية. هذا الاتصال جاء في توقيت مهم، خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي قبل أيام مع القادة الليبيين، وتأكيد موقف مصر الثابت للأشقاء في ليبيا، وهو إخلاء ليبيا من العناصر المرتزقة ومن التدخلات الأجنبية، وبالتالي مع الرئيس ماكرون المهتم أيضا بالشأن الليبي، أوضح الرئيس موقف مصر الثابت وضرورة التكاتف لإخراج المرتزقة من ليبيا وإعطاء الفرصة الكاملة للقيادة الليبية وللشعب الليبي لاختيار خياراته. وهذا هو موقف مصر في دعم ليبيا، لأن ليبيا تحتاج بعد ذلك إعادة إعمار وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وهو ما أباه الرئيس السيسي للقادة الليبيين في القاهرة في أول زيارة لهم بعد حلف اليمين، بأن مصر مع ليبيا في بنائها وفي إعادة الحياة مرة ثانية للشعب الليبي الشقيق. الرئيس ماكرون أيضا في الاتصال مع الرئيس السيسي تحدث في ملفات كثيرة، أهمها أيضا بعيدا عن الملف الليبي هو ملف سد النهضة وحقوق مصر الثابتة في مياه النيل، وعدم وأن لابد أن يكون هناك اتفاق ملزم على كل الأطراف وليس اتفاق أحادي، وهذا يعني ضمن استراتيجية المصرية السياسية على مدى السنوات الماضية في محاولة حل مشكلة سد النهضة بالاتفاق مع الإخوة الأثيوبيين، لكن المماطلات أو الاتفاق الأحادي رفضته مصر، وأكدته بيانات القيادة المصرية ووزارة الخارجية ووزارة الري المصريين. أيضا الرئيس ماكرون تطابقت وجهات النظر مع الرئيس السيسي في هذا الاتجاه، وأن حقوق مصر في النيل كما أعلن الرئيس السيسي أكثر من مرة هي مسألة وجود ومسألة حياة. ويأتي هذا الاتصال أيضا عقب اجتماع الرئيس في قمة مهمة مع رئيس بروندي قبل أيام، وهي دولة من دول حوض النيل، وبالتالي يظهر هذا الاتصال أن مصر تتحرك على كافة المسارات وفي كافة الملفات الإقليمية والدولية. التعاون الثنائي مع فرنسا يتطور في اللقاء، تناول التعاون الثنائي في كافة المجالات. مصر لها تعاون مع فرنسا في مجال المترو الأنفاق وفي مجال الاقتصادي والصناعي وفي التسليح العسكري وأشياء كثيرة، فكان هذا الاتصال مهم وفي توقيت مهم.
صحيح. طيب خلينا نروح مع حضرتك كمان لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، والسيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعديد من السادة المسؤولين. وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي الدلتا الجديدة بمساحة 1,000,000 فدان، واطلع الرئيس على كافة التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة من وزارة الزراعة وجهات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. رؤية حضرتك لهذا الاجتماع؟ هذا يعني خبر مهم جدا بالنسبة للاقتصاد في مصر، أن يكون فكرة الدلتا الجديدة على قاطرة التنفيذ، لأن هذه الدلتا الجديدة ستفك وجود المصريين منذ 7,000 سنة حول الشريط الضيق للنهر. وبالحقيقة الرئيس السيسي فكر في هذا منذ فترة ليست جديدة، لكن الإعلان عنها هو الخبر المهم وسط أخبار يعني مش هقول سيئة ولكن قدرية كحادث القطار وغيره. 1,000,000 فدان في الدلتا الجديدة في منطقة صحراوية قائمة بها مقومات حياة، بها مجمعات زراعية، مجمعات صناعية، مجمعات متكاملة، وثمرة فيها أيضا جامعات. فهذه أيضا استراتيجية مشروع قومي، استراتيجية لمشروع قومي كبير وعملاق يعيد إلى الأذهان ما تم في الستينات، وهو مشروع مديرية التحرير مع الفارق. المساحة اليوم كبيرة أكثر كثيرا من مديرية التحرير، مساحة 1,000,000 فدان ليست بالأمر القليل، وهذا سيعيد الحياة بشكل كبير في مجتمعات عمرانية كبيرة في هذه المنطقة من الدلتا الجديدة التي تتراسم خريطتها جغرافيا مع الإنشاءات الجديدة من الضبعة والعلمين الجديدة ومنطقة الساحل الغربي كله لمصر. فهي أنا أعتقد هي نقلة اقتصادية نوعية وكمية كبيرة في مصر ستعود بالخير الكثير ويقتل ثمارها شعبنا العظيم إن شاء الله. طيب برضو يعني نتكلم مع حضرتك عن تصريح رئيس هيئة قناة السويس، وبعد تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بدء تعويم سفينة الحوايات البنامية الجائحة بنجاح بعد استجابة السفينة لمنارات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار. يعني رؤية حضرتك طبعا لهذا الخبر الإيجابي يعني الصباح. دعيني يا أستاذة أن نهنئ أنفسنا ونهنئ شعب مصر ونشكر العاملين في قناة السويس بهذا الخبر الذي جاء فجر اليوم صارا لجميع الشعب المصري ولجميع المهتمين بالملاحة الدولية في العالم. ما أعلنه الفريق أسامة ربيع من أن السفينة تم انفراج الأزمة التي حدثت منذ الثلاثاء الماضي بعدها عن الشاطئ 120 متر كما تفضلتي بدلا من 4 متر، ونجاح الشباب المصري والخبرة المصرية في انقاذ السفينة وفي إعادة فتح قناة السويس مرة ثانية. نعم. التي لم تغلق منذ بعد افتتاحها في سنة 75 في عهد الرئيس السادات إلا هذه المرة. هذا الحدث يعكس ونحن نهنئ قيادة قناة السويس والشعب المصري نجاح تعويم السفينة، وأعتقد الساعة 11:30 مع تغير المد والجزر ستعود الأمور إلى نصابها مرة ثانية ويتم تعويمها بعد الإصلاحات لتفتح هذا الشريان الحيوي الكبير الذي كان يتصدر المشهد في جميع قنوات ووكالات أنباء العالم، وأصبح على مدى من يوم الثلاثاء الماضي إلى فجر اليوم هو الخبر
الرئيسي في جميع وسائل الإعلام. هذا يعكس أهمية هذا الشريان الحيوي المهم، وأن قيمة قناة السويس لا يوجد بديل لها، وأن هذه القيمة الاقتصادية لمصر جغرافيا وتاريخيا ستظل باقية، وأن السفن الباقية المحتجزة في الانتظار للدخول عبر هذا الشريان عددها يعكس تماما أن تظل القناة هي الشريان الحيوي المهم للبضاعة والاقتصاد في العالم، سواء من البحر الأحمر أو من البحر المتوسط في أوروبا لأوروبا أو لآسيا. وهذا الخبر كان خبر سار، السفينة التي جنحت لم تمر أول مرة، مرت قبل ذلك، وهي سفينة كما علمت وعلمنا جميعا من تقرير الفريق أسامة ربيع، طولها 400 متر، عرضها 59، حمولتها 223 ألف طن، وهذه حمولة يعني ليست بالقليل. ولكن دعينا نقول أن مصر التي أدارت القناة بعد التأميم سنة 56 خبراءها يعني لديهم الخبرة الكبيرة في مثل هذه الأزمات، ووضعوا سيناريوهات مهمة. السيناريو الأسود الأسوأ كان إفرار سفينة من الحاويات، لكن لم يلجأوا لهذا لأن كان سيأخذ وقت، ونجحت الخبرات المصرية 14 قاطرة مع قاطرة أجنبية استطاعت أن تفك هذا اللغز الذي ليس فيه خطأ من المخشدين المصريين، لكن أعتقد كان لا نسبق التحقيقات كان الخطأ في الربان نفسه. صحيح. وبالتالي مصر استطاعت أيضا ليس في حل الأزمة، لكن في الرعاية الكبيرة للسفن التي تنتظر على الجانبين سواء من الجنوب أو من الشمال. فهذا النجاح نجاح للخبرة المصرية، وتأكيد مرة ثانية على أن قناة السويس تظل أمام التجارة العالمية وحافظة التجارة العالمية. صحيح. هي الشريان المهم لصالح دول العالم كله وليس لصالح مصر فقط. صحيح. طيب استكمالا لكلام حضرتك عن يعني أزمة سد النهضة، احنا معانا منشأة خاص بوزير الري للمبعوث الأمريكي بيقول إجراءات أثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة بينتج عنها تداعيات سلبية خطيرة. تفاصيل الخبر بتقول التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان والمبعوثة الأوروبية للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد. وأشار عبد العاطي إلى أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الأثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابل وفرة مائية في إثيوبيا. وأوضح عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، مشيرة إلى أن سعي مصر لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. رؤية حضرتك لهذا اللقاء؟ ما قال الدكتور محمد عبد العاطي بعد لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأمريكي يؤكد توافق الدول المختلفة بعد الاتحاد الافريقي وبعد الاتحاد الاوروبي مع الرؤيه المصريه في الاستفاده من النهر. وطبعا التوافق مع مصر في ان التعنت الافريقي التعنت الاثيوبي لا محل له في نهر دولي يمر بعدد من الدول تزيد على 10 دول. فالموقف الاثيوبي الغريب ان اثيوبيا يبقى لديها المياه ومصر تدخل في محيط الشح المائي او ما يسمى جيولوجيا الفقر المائي، هذا لا يجوز من السلطات الاثيوبيه، لان النهر للجميع، هبه الحياه لكل دول القاره، وهي هبه من عند الله وليس لاثيوبيا فقط بل لدول حوض النهر المختلفه. يعني
التي جاءت جغرافيتها على شريط النهر الخالد. فأعتقد الموقف الأثيوبي لا تفسير له إلا تعنت قيادة أثيوبية ضد خطوات الحل المصرية التي وقعت على حسن النوايا، لكن خلت أثيوبيا بالتعهدات المصرية. وأعود وأقول إن القيادة المصرية منذ أول يوم في فتح ملف النهر، أقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على أن مصر لن تتنازل عن أي نقطة ماء في حصتها في النهر. والرئيس السيسي قال في داخل أثيوبيا في برلمان أثيوبيا قبل عدة سنوات إن هذا النهر خير للجميع وليس حكم على أحد. قطرات المياه الهابطة على الهضبة الأثيوبية هي لكل دول حوض النيل، وأن دول المصب ودول المنبع لابد أن يكون بينها توافق، وأن هذا النهر شريان للتنمية والبناء وليس شريان للتصادم. ووضع خبرات مصر وقدراتها في خدمة كل دول حوض النيل، لكن الموقف الأثيوبي يسعى الأثيوبيين إلى موقف أحادي في مسألة الملء، وهذه مسألة علميا لها حلولها العلمية أيضا التي لا تضر أثيوبيا. مصر لا تقف ضد أي خطوات تنمية في أي من دول القارة، بل تمد يدها وتساعدها. صحيح. كما مدت قبل ذلك يدها في تحرير دول القارة جميعا في الستينيات من القرن الماضي، مستعدة لمد يدها للتنمية الحقيقية ولبناء أفريقيا الجديدة وأن اقتصاد أفريقيا للأفريقيين، لكن ما يقوم به الأثيوبيين لا يعكس هذه السياسة التي تقوم على التنسيق والتعاون والتشاور. فالملء الأحادي والقارات الأحادية تضر بمصر والسودان، وهو ما رفضته مصر، وتوافق فيه الممثل الأمريكي المبعوث الأمريكي والاتحاد الأوروبي. فما قاله الدكتور عبد العاطي يرسخ الرؤية المصرية الدائمة حول الاستفادة من النهر وتعظيم هذه الاستفادة لكل دول حوض النيل. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ ماهر، وان شاء الله يعني نتوصل لاتفاق في اقرب وقت ونبعد شويه عن التعنت، او اثيوبيا تبعد عن هذا التعنت. انا اعتقد ان الانفراج قريبه ان شاء الله، وفي النهايه سيكون الملء بالتعاون وبالاتفاق ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا استاذ ماهر عباس، نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الصحفي الاكثر من رائع، شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل نرجع مع فقرتنا الأخيرة، فقرة السياحة والآثار، وضيفنا أستاذ أحمد عامر الباحث الأثري بوزارة السياحة والآثار، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معنا مع فقرتنا الأخيرة، فقرة السياحة والأثار. وزي ما قلنا هنتكلم النهاردة عن ملوك الفراعنة بالدولة الحديثة. وطبعا كلنا عارفين أن يوم 3 إبريل كل العالم هيشهد نقل مومياوات الملوك من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط، وجميع هؤلاء الملوك بينتمون لزمن الدولة الحديثة. هنتكلم عن ملوك الفراعنة بالدولة الحديثة مع ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ أحمد عامر الباحث الأثري بوزارة السياحة والأثار. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا أستاذ رنية، على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين على قناة ميسات، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب، أهلا بحضرتك معنا. يعني ناخد في البداية من حضرتك لمحة تاريخية عن عصر الدولة الحديثة. هو عصر الدولة الحديثة، احنا عندنا الدولة في عهد المصريين القدماء مقسمة لثلاث أجزاء أو أربعة بالتحديد، عن دولة قديمة ثم دولة وسطى ثم دولة حديثة ثم عصر متأخر. أشهرهم على الإطلاق اللي هو طبعا عصر الدولة الحديثة، باعتبار أنه هو عصر التحرير وعصر الفتوحات وعصر الإنجازات لمعظم ملوك هذه الدولة. نعم. بتبدأ هذه الدولة حضرتك من الأسرة السبعتاشر لغاية بقى زمان الدولة الحديثة، ثم كمان عصر رعامسة اللي هو في الحاجة طبعا شفنا الملك رمسيس الثاني والثالث والأول، كل هذه تعتبر لغايه الاسره العشرين هي الدوله الحديثه. نعم. فيما بعد بيطلق عليه بقى الفتره اللي حصل فيها شبه احتلال لمصر ومن الليبيين اللي غزوها وكلام من ده، اللي مر لغايه الايه
الاسره الثلاثين، وبعد كده بينتهي حاجه اسمها عصر المصريين القدماء، وندخل بعد كده على العصر بقى اليوناني والروماني واللي ثم الفتوحات الاسلاميه فيما بعد، وقصد قبل الفتوحات اسمه طبعا عصر اللي طبعا المسيحيين طبعا في مصر ووجودهم في مصر، وبعد كده بينتهي بعد كده ندخل على العصر الاسلامي في تلك الفترات، وبعد كده بقى ندخل على التاريخ الحديث بقى فيما بعد. ده باختصار شديد جدا تقسيمات الدوله في عهد المصريين القدماء الى العصر الاسلامي. تمام. طيب مقر الدوله الحديثه كان فين يا استاذ احمد؟ حضرتك احنا عندنا الدوله الحديثه كانت لها مقرها في طيبه، احنا عندنا في الدوله القديمه كان مقرها اول عاصمه لمصر كانت في بوتو اللي هي تل الفرعين اللي هي موجوده في محافظه كفر الشيخ، ثم في عصر الدوله القديمه كانت مقرها منف او ما يطلق عليها جبنه الجيزه حاليا اللي هي الاهرامات الجيزه. نعم. من ابو رواش امتدادا الى طبعا ابو صير ثم سقاره ثم مترا هنا كل ده حضرتك دي اسمها جبنه منف. في الدوله الوسطى كانت الليشتا او اللاهون، ثم في الدوله الحديثه كانت موجوده في طيبه او في موجوده الاقصر حاليا، وكان الملك رمسيس كمان ليه اكتر من عاصمه لان كان في طبعا صام الحجر، وكان في طبعا الهكسوس كمان كان لهم عاصمه في تلك الفترات ايضا اللي هي كانت اباريس او اواريس، كل هذه العواصم لكن كانت موجوده، ولكن اشهرهم كانت طيبه او الاقصر فتره، وكان في فتره كمان في الدوله الحديثه ملك اخناتون اللي كان ينتمي ايضا لعصر الدوله الحديثه. نعم. فكان مكانه كمان في عمل عاصمه اللي هي تل العمارنه اخناتون، دي كانت ايضا تنتمي لاهل الدوله الحديثه. فكان في مقرين لكن فتره الغالبيه العظمى كلها كانت في طيبه. تمام. طيب اين تم اكتشاف مومياوات ملوك الدوله الحديثه يا استاذ احمد؟ مومياوات الملوك الدوله الحديثه الغالبيه العظمى منها تم اكتشافها عام 1881 في خبيئه الدير البحري بالاقصر اللي هي في الحته اللي ما عند حتشبسوت كده تحديدا، يعني دي اسمها يطلق عليها خبيئه الدير البحري، هي دي تم اكتشاف فيها المومياوات معظمها، يعني بيطلق حتى عليها اللي اكتشفها حتى واحد اسمه جاستون باسبيرو، وبعد كده تم نقل هذه المومياوات بعد 5 سنوات من الاكتشاف للمتحف المصري في التحرير اللي هو موجود فيها حاليا. طيب هروح مع حضرتك يعني نتكلم بقى بشكل تفصيلي عن بعض ملوك الدولة الحديثة وأهم الأحداث والانتصارات اللي تمت في عصرهم وكمان أهم أعمالهم. نبدأ مع الملك رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني ده يمكن أشهر ملك على الإطلاق حكم مصر القديمة، سواء دولة قديمة ثم وسطى ثم حديثة ثم متأخرة، هو رمسيس الثاني. نعم. هو ثالث حكام الأسرة 19، يطلق عليه عصر رعامسة في تلك الفترة. هو حكم ما يقرب من 68 او 67 سنه من 1279 قبل الميلاد الى 1213 قبل الميلاد. هو طبعا تولى مقاليد الحكم بعد وفاه والده الملك سيتي الاول، ويقال ان هو تم اغتصب الحكم، يعني تم اغتصاب اللي هو اغتصب الحكم من اخيه كما هو مدون على جدران معابد الكرنك. هو محى طبعا اسم اخوه وبعد كده وحط القابه ورسمه على الحائط المذكور ورسم نفسه بدلا من اخوه، ولقب نفسه بولي عهد المملكه في تلك الفتره. ولكن بالرغم من ذلك يعتبر هو اعظم زي ما ذكرنا اعظم ملك ارتقى طبعا لحكم مصر في تلك الفترات. هنشوف كمان ان هو كمان عمل اعمال كثيره جدا، منها مثلا قام بانهاء بعض الاعمال اللي كانت موجوده بكده مثل معبد ابيدوس، استغل طبعا بعد ما نجم الصحراء. ذكر كمان في عهد ذكر في عهده ان الجيش كمان وصل الى 100,000 او اكثر، كمان كانت قوه هائله جدا لتعزيز النفوذ المصري. الملك رمسيس طبعا تولى يعني توفيه تقريبا بعد وفاه يعني توفيه بعد 67 سنه من الحكم، وتم دفنه في وادي الملوك في المقبره اللي هي كي في 7 او كي في 7. الا هذه المومياوات تم نقلها الى خيبه المومياوات في الدير البحري، وتم اكتشاف هذه الموميا زي ما قلنا بواسطه جاستون ماسبيرو اللي هي نقلها بعد 5 سنين من الاكتشافات. الملك رمسيس طبعا ترك الكثير والكثير من الاثار، منها اتمام معبد ابيدوس، ثم طبعا بنى معبد صغير خاص به بجوار معبد والده، ولكن هذا المعبد لم يتبقى منه سوى اطلال. وفي الكرنك طبعا اتم بناء المعبد، واقام في طيبه طبعا معبد رامسيوم، وده احد المعابد الشهيره طبعا للملك رمسيس الثاني، وطبعا سمي هذا المعبد ايضا باسم المعبد الجنائزي. اقام طبعا اشهر حاجه ليه على اطلاق المعبد اللي هو الشهير اللي موجود حاليا اللي هو معبدي طبعا، او معبد بالتحديد ابو سمبل الكبير ومعبد ابو سمبل الصغير لزوجته طبعا تكريسا للحب وتعظيما لها، وهي كانت طبعا الملكه نيفرتاري احد اهم الملوك في عهد المصريين القدماء مع زوجها. لو حتى هنتكلم حتى عن الديسكريبشن او الوصف بتاع للمعبد، المعبد طبعا له مقدمه يحرس طبعا 4 تماثيل ضخمه للملك رمسيس الثاني. هو كان قاعد زي ما الناس كلها بتشوفه، هو قاعد جالس حاطط ايده على فخذيه. طبعا كل تمثال يزيد عن يعني يزيد عن ال 20 متر.
المعبد ايضا منحوت في الصخر مثله مثل معبد زوجته ليبرتاري. هذا المعبد كمان اللي بناه كمان للملك رمسيس الثاني طبعا يعني تيجي كمان مرتين كل عام تعامد الشمس على وجهه، مره يوم ميلاده ومره يوم تتويجه. ده يمكن كلام مش دقيق برضه يعني، مجرد اقاويل، لكن الحقيقه فين محدش يعرف السبب ده بالتحديد، ولكن هي ظاهره تميز المعابد المصريه القديمه ان كان الملك نفسه بيحب طبعا الشمس تدخل قدس الاقداس. يعني ديت من اهم الحاجات المعماريه التي ميزت مصر القديم في تلك الفترات. بالاضافه ايضا ان هو كمان عمل مسلات كثيره جدا موجوده منها حد دلوقتي، طبعا منها طبعا الموجوده في معبر الكرنك، ومسله اخرى طبعا موجوده بباريس وميدان الكونكورد. كمان لو هنتكلم حتى عن المعبد اللي عمله لزوجته، هذا المعبد كان مكرسا للاله حتحور، اله الحب والجمال عند المصري القديم، وكانت تصور طبعا براس بقره. لو حتى نتكلم كمان عن معبد ابو سمبل الصغير، هنلاقي في الواجهه او واجهه المعبد بتحديد 6 تماثيل ضخمه، 4 طبعا منهم واقفه، منهم للملك رمسيس الثاني، و2 للملكه نيفرتير زوجته. ارتفاع كل واحد تقريبا ما يصل الى 10 امتار. لما حتى بنتكلم حتى عن موضوع تعامد الشمس وكلام من ده، احنا بنقول ان هي كان في قدس الاقداس 4 تماثيل، طبعا تمثال الملك رمسيس الثاني، تمثال الملك او تمثال الاله بالتحديد الاله امون، ثم راح حورختي، ثم الاله بتاعه. هذه الالهه يعني نقدر نقول ان هو عبدها المصري القديم وقدسها، وكانت بمثابه طبعا الهه. حتى لو حتى هنتكلم عن الملك ايضا رمسيس الثاني، في حاجات الشهيره جدا ليه يمكن هي اللي مميزاه برضه، معركه قادش. هي معركه قادش ديت حدثت في عام 1274 قبل الميلاد، وهي من اعظم المعارك العسكريه التي تعرض لها الملك رمسيس الثاني في مسيرته، وقد ذكرها طبعا موجوده حتى في معبده، وهو ماسك حتى القوس وطبعا الحربه، وشفنا هذا الكلام بشكل القوس وعلى العجله الحربيه. فدي من الحاجات اللي هي الشهيره جدا. هو كان تعرض طبعا زي ما تقول كده حضرتك يعني خداع من اعدائه، الا وكان خلاص يعني ممكن يكون الجيش هو شبه انتهى، لكن الملك رمسيس الثاني باعتبار ان الملوك في عهد المصريين القدماء كانوا بيتميزوا ان هم لازم يتقدموا صفوف الجيش او امام الجيش بالتحديد. نعم. فلذلك هو كان تقدم الجيش في تلك اللحظه، ووفقا للي مكتوب طبعا على الجدران ان هو الملك يعني حقق انتصار ساحق. وفيما بعد يمكن هو اول ملك عمل يعني معاهده سلام مع الخيتيين بالتحديد بتقديم فروض ولاء وطاعه، ووافقت وقتها في تلك الفتره على عرض السلام والصداقه، وتم توقيع اول معاهده سلام ما بين مصر وملك وملوك الخيتيين في تلك الفتره عام 1270 قبل الميلاد. كما يعني قاد الملك ايضا عده حملات جنوب الشلال الاول في بلاد النوبه. كمان الملك رمسيس كمان انشا مدينه يطلق عليها برع عمسيو في شرق الدلتا، ومنها هذه المدينه استطاع ان يدير معاركه مع الحاسيين. وبعض الناس ان تقال او يقال ان كانت اتخذها عاصمه له جديره ايضا بالبلاد، ولكن هذا الامر غير صحيح. بالاضافه ايضا الملك رمسيس الثاني هزم ايضا قراصنه البحر الشردنيين بشكل حاسم، حيث كانوا يعني ينهبون سفن البضائع المصريه على طول ساحل مصر على البحر المتوسط. طيب استاذ احمد، عشان وقتنا ما يعني ما يخلصش واحنا بنتكلم على ملك واحد، احنا خلصنا الملك رمسيس كده على فكره يعني. طيب نروح لملك اخر يعني من ملوك الدوله الحديثه، ممكن نتكلم عن الملك تحتمس الثالث. الملك تحتمس الثالث هو احد ملوك مصر القديمه طبعا، وهو ثالث الفراعنه في عهد الاسره ال18. استلم حكمه وهو في سن صغير جدا، ولم يكن طبعا يستطيع ان يحكم بمفرده خالص في تلك الفترات نظرا لصغر سنه، ولكن هو كان بيشترك مع الحكم مع طبعا حتشبسوت، تابعا لحتشبسوت اللي كانت زوجة ابيه. وبعد وفاته استطاع ان يقود امبراطوريه عظيمه جدا، فكان من اعظم القادة العسكريين في مصر القديمه. قاد طبعا 7 حملات عسكريه ناجحه خلال 20 سنه. تفاصيل هذه الاحداث وجمعها دونت في سجلات هو الاكثر شمولا في مصر القديمه، ولم تقتصر اعمال يعني الملك تحتمس الثالث على الحاجات الحربيه فقط او الجانب العسكري فقط، بل شملت طبعا الجانب العمراني. تم بناء في عهده الكثير من المعابد في النوبه، الى جانب طبعا بعض التجديدات والاضافات الخاصه بمعبد امون بالكرنك. المعبد الملك تحتمس الثالث توفي في عام 1426 قبل الميلاد، دفن طبعا في وادي الملوك في الجهه الغربيه من طيبه، والمومياء طبعا برضه الخاصه به تم اكتشافها مع المقتنيات الشخصيه ايضا. ومن الجديد كمان بالذكر ان سنوات حكم الملك تحتمس الثالث الاخيره
كانت ذاخره بالعديد من الاعمال اهمها وابرزها على الاطلاق بناء المعبد المعروف باسم الدير البحري الى جانب طبعا معبد الملكه الشهيره حتشبسوت، بل وقام بمحو اثار حتشبسوت وازالتها من وازالتها في تلك الفترات، وجعل كل يعني جعل كل حاجه باسمه، هو تحتمس الاول وتحتمس الثاني وهو كمان ايضا. ومن اشهر الحاجات اللي هو كانت في عهده معركه ماجدو اللي هي طبعا كانت في عهد الدوله الحديثه في الفتره ما بين 1468 قبل الميلاد، وهي تعتبر من اهم الاستراتيجيات العسكريه في تلك الفتره وخير دليل على تفوق العقليه المصريه في الحرب. يعني هو الملك طبعا كان قام ببناء الحصون وقام بتدريب الجنود على افضل التدريبات، بل وامدادهم باسلحه مبتكره مثل النبال المستحدثه والتوسع في استخدام العربات والقتال. وفي حركه يعني او في حمله ماجدو هو قسم الجيش بتاعه الى قلب وجناحين واستخدم تكتيكات او اشكال عسكريه ومناورات لم تكن معروفه من قبل. وبالاضافه ايضا انه كمان تعرض لخدعه، الا ان هو يعني الا ان هو ان هو استطاع فيما بعد ان هو يعني من مبادر ضيق يعبر ماجدو ويهاجم الجنود او الاعداء بالتحديد اللي هم كانوا منتظرينه في قلب موازين المعركه. ويعني مش عايز اقول انهى الحرب في مده قصيره جدا، ممكن ديت ما كانتش تحدث في قبل كده لان دي كانت مجازفه كبيره جدا كان ممكن الجيش يضيع فيها يعني. فلذلك ديت تعتبر من اشهر المعارك. وهذا الامر كمان ان كمان ان في عهده كان يعني تركيب العربات الحربيه والاستعداد كمان للهجوم المفاجئ. لو شفنا حتى كانت المعركه على شكل نص دايره، فاستطاع في تلك الفتره تحقيق الانتصار الكاسح، وديت كانت ممكن في اهم يعني هو حصرها لمده 7 شهور واستسلموا في الاخر وانتهى تعتبر الحرب بانتصاره وتسليم الاسلحه يعني. طب استاذ احمد احنا تقريبا وقتنا انتهى، بس انا حابه قبل ما اختم مع حضرتك يعني الحدث اللي هيكون يوم 3 ابريل والعالم كله هيشوف هو نقل المومياوات الملوك من المتحف المصري لمتحف الحضاره بالفسطاط، اهميه هذا الحدث سريعا. هو الحدث ده طبعا اهميته ان هو ترويج للسياحه المصريه في المقام الاول، طبعا هيتم نقله عن طريق طبعا 200 محطه، بالاضافه ان احنا كمان هنشوف كمان ان المومياوات هتروح لمكان افضل من اللي هي فيه خالص جدا، قاعه مخصصه مجهزه سوف يتم عرضها الى افضل مكانات عليه، بالاضافه ايضا ان ده هيكون اول حاجه نقدر نقول لتطوير طبعا يعني بدايه التطوير. طبعا شفنا تطوير ميدان التحرير، شفنا تطوير عين السيره والبحيرات اللي حواليها، شفنا كمان تطوير مصر القديمه هيحصل فيها تطوير، هنشوف كمان ايضا في هذا الامر تطوير طبعا سوق مجرى العيون، الحاجات الشهيره، المدابر، كل ده طبعا هيبقى مرتبط بتطوير القاهره الخديويه بالتحديد والقاهره التاريخيه، لان الموضوع كبير جدا. فالموضوع طبعا حدث عالمي، يمكن هو ممكن ما يحصلش مثلا لو عملوا بقى متحف لا تقل عن هذا المتحف الحضاره الكبير جدا، ممكن مثلا بعد 200 سنه يعني الموجودات دي مثلا بقى لها بتاع داخله في عمر كبير جدا 150 سنه تقريبا او 180 سنه. صحيح. فبالتالي هذا الامر الموضوع هيبقى حدث عالمي ان شاء الله ينجح. طبعا هو هيتم اطلاق 21 طلقه عسكريه تحيه للمملوك المصريين، زي طبعا مش عايز اقول زي الفرعوني، بالاضافه ايضا الى مركبات معينه بشكل معين، كل مركبه عليها اسم كل ملك، هيتم طبعا تامينها من قوات خاصه وقوات جيش وقوات شرطه. طبعا مش هيبقى في ناس مواطنين في الشارع خالص، لان هو طبعا طبعا عشان الاجراءات الاحترازيه بتاعت كورونا بس مش اكتر يعني. صحيح. وهيتم التامين بشكل قوي جدا وفعال، والناس كلها تتفرج عليها عن طريق التلفزيون باكثر من تقنيه، سواء قنوات محليه قنوات عالميه، فالموضوع هيبقى جميل جدا وان صحيح. شاء الله تبقى حاجه فعاله وتبقى بدايه برضو ايضا لتنشيط السياحه الفتره اللي جايه بعد جائحه كورونا اللي هي بصراحه قضت على السياحه في معظم دول العالم، وفي نفس الوقت تبقى برضه تنشيط للحاجات التانية. احنا عندنا برضه افتتاح المتحف المصري الكبير ينتظرنا، بنبتدي نخلص خلاص المتحف المصري الكبير يعني بالاستعداد برضه على قدم الوساط، فمن ضمن الحاجات اللي هتبقى تنشيط يعني ان شاء الله حاجه كويسه باذن الله للدوله المصريه. احنا يعني منتظرين بشغف هذا الحدث. انا بشكر حضرتك جدا استاذ احمد عامر الباحث الاثري بوزاره السياحه والاثار، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم بكرة وحلقة جديدة، وصباحكم صباح النور.